نقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. اهلا وسهلا بكم في فارما كويزين. وصفة اليوم حلوى جافة بالمعجون على شكل رولي. هذه الحلوى اقتصادية، طريقة التحضير جد سهلة، وغادي نستعمل فيها فقط الزيت. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا 3 بيض، نحتاج 200 غرام سكر، 180 مللتر نتاع زيت، ملعقة صغيرة نتاع سكر فانيلا او كيس واحد، ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى او كيس واحد، هنايا قشور نتاع الليمون، تقدروا في مكان تستعملوا عطر الليمون. وغادي نحتاجوا للتزيين السكر الناعم، ونحتاج ايضا المربى للتشكيل. غادي ناخذ اناء نوضعوا فيه البيض والسكر وسكر فانيلا ونخلطوهم جيدا. غادي نزيد عليهم السكر وسكر فانيلا. غادي نخلطوا مليح هذه المكونات حتى نتحصلوا على خليط كريمي والسكر يكون ذاب. دائما كي تخلطوا السكر مع البيض في اي حلوى كانت، غادي تتحصلوا في الاخير على حلوى تذوب في الفم. بعد ما خلطنا مليح السكر مع البيض، غادي نضيفو الزيت ونخلطو. غادي نكملو الخلط على العجينة غير باليد ولا بالملعقة. هنا غادي نضيفوا لها قشور الليمون، نخلطوهم شويه، وبعد غادي نضيفوا الفارينه مع خميره الحلوى. نضيفوا فقط كميه قليله وفوقها نزيدوا خميره الحلوى، نخلطوا شويه، من بعد نقعدوا نضيفوا الفارينه ونجمعوا العجينه، وتحصلوا في الاخير على عجينه تكون طريه ماشي صلبه وما تتلاصقش. هنا العجينة لها جاهزة، غادي نغسل يدي ونكمل. الان العجينه غادي نقسموها الى 6 حصص. بعد العجينه غادي نقسموها الى 4 ولا 5 حصص على حسب المقياس تاع البلاطو.
راني نعدلوها قليلا باش بعدا تساعدي في عمليه التشكيل. نحطوا شويه فرينه باش ما تلصقناش فوق طاوله العمل. غادي نورقوا العجينه، لكن لازم نستعملوا اما بلاستيك غذائي ولا ورق الطهي. ما نورقوهاش مباشره فوق طاوله العمل لانها غادي تلصق لكم. هنايا وضعت بلاستيك غذائي، غير شويه فرينه ما نكثروش. ونورقوا العجينه، غادي نورقوها على سمك 3 ولا 4 مليمتر. غادي نعدلوها قليلا. هنا غادي نطلو هذه المساحة بالمربى، ديروا فقط طبقة خفيفة، ما نكثروش بزاف مربى. بعد غادي نلفوها مع بعض، يعني المربى مع العجينه نلفوهم مثل ما نلفو الكاطو غولي. ودائما البلاستيك يساعدكم في عمليه اللف نتاعهم. غادي نحملو هكا ونقعدو نلفو. هنا نعدوها شويه في الاول، من بعد غادي نروحها تتلف لوحديها. بعد غادي ناخذ هذا الحربوش ونوضوه في بلاطو. هنا تحملوه غير بالعقل باش ما يفتح لكمش، وهذه الجهه مفتوحه غادي هي اللي نوضعوها في الجهه السفليه. باش نعدلوا الحربوش توضعوا بلاستيك هكا في بلاصه اليد، تعدلوه مليح باش ما يلصق لكمش في اليد. غادي نعاود ثانيه باش تفهموا مليح. نوضع البلاستيك اولا لانه لو كان نورقها مباشره فوق طاوله العمل هذه العجينه تتكسر، غادي تتكسر لكم. ندير شويه فرينه. نعدلوها الان، بعد نوضعوا المربى ونلفوها كما الاولى. وهكذا حتى نكملوا كاع القطع. بعد ما نكملوا كاع القطع وخليهم ينتكملوا، غادي نطلوا المساحه العلويه بالمربى
وناخذ كميه تاع عجينه وغادي نرابوها فوق المساحه العلويه، غادي تجي كيما الحلوه تاع المبروشه. المربى هو اللي غادي يلصق هذيك العجينه اللي غادي نرابيها فوق هذا الحربوش. من تكملوا كاع العجينه غادي يتبقى لكم البقايا، هذوك جمعوهم كاع هما اللي غادي ترابوهم فوق المساحه. هنا غادي نحتاج شويه نزامنا، وايضا ملاحظه باش العجينه ترابوها مليح لازم توضعوها في شويه فرينه باش تولي شويه ناشفه ونقدروا نرابوها. بعد ما نكملوا جميع هذا القطع ونتحصلوا على هذا الشكل، غادي نطيبوهم مباشرة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ومدة الطهي غادي تكون من 25 حتى 30 دقيقة، ولا حتى تشوفوهم عندهم لون ذهبي فاتح من الأعلى ومن الأسفل أيضا. بعد ما يطيبوا ويبردوا ترشوهم شوية سكر ناعم وتقطعوهم مثل ما تقطعوا الكروكي. غادي الآن نطيبهم ونكمل بقية العجينة وتشوفوهم واجدين فوق طاولة العمل بعد الفاصل. الوصفة تاع اليوم كانت حلوى جافة بالمعجون على شكل رولي وكروكي في نفس الوقت. الشكل نتاعها يجي كيما هكا وتجي تذوب في الفم. وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. نقولكم مع السلامة وإلى اللقاء في وصفة جاية إن شاء الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.